بك امي؟ ماني بتطمني، خايفه على ابوك. من اسعد؟ يا بنتي اسعد الدعاس مشراني وما بيخاف الله. يا امي شو صفيله عنا بعد ما كتبت الكتاب؟ ما بعرف. عادي يا بنتي، عادي وقدري معي الله يحمي ابوك واخوك سلمان. امي اجا ابي. يا امي اهلين يا ابي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يرضى عليك يا ابي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. كيف حالك يا ابي؟ الحمد لله. سلمان كيفك؟ تعبان وجوعان. تعبان وجوعان؟ فوت فوت لتنشو مستني فوت. خير يا ابو سلوم، طمني شو صار معك؟ شايفكم وحدكم، وين اخوك ومرته؟ بالارض، اليوم دورهم بسقاية، بس ما رديت علي، شو اللي جابكم؟ جايين ناخذكم، بكفيكم بعد عن بيتكم. ما حدا يزعل منكم، انتم بصاروا اولادي، داري داركم وزادي زادكم. مشكور يا مختار. هذا الكلام سابق لاوانه. انا بدي هيل ودهام يتعاونوا مع صقر وفهد. موقت شي 10 ايام لبين ما صقر وفهد يتعودوا على الضيعة وعلى اصحاب الحقول والغنم. ايه صحيح، هي فاتتني. وبتأمل من هيل ودهام يتعاونوا مع الحراس الجدد. ايه بنتعاون، ليش لا؟ نحن شو خسرانين؟ مو هيك دهام؟ ايه نتعاون، شو خسرانين؟ ما دام المختار ضامن عيشتنا. ابشر يا دهام، وانت كمان يا هيل، ولا يهمكم. حياك الله يا ابو مهيدي. والله يخليك يا عمي، ويخلي لك مهيدي وما يضيمك. خذوا راحتكم شباب، مطرح مطرحكم. شو مطرح؟ البراغيد معششين بالالاف على قد ما حابينه. هو بس براغيد واحنا شو حيايا وام 44، لك شو بدي عد لعد؟ ما بيهمنا، كل قافه والها قافه. يلا يا جماعه خلونا نمشي، ساي جوله على البساتين والحقول. اجلوها شوي، أنا تعبان وبدي أستريح. وأنا تعبان أكثر منك لأني ما نمت بالليل مبارح. بالظاهر ما بده يتعاونوا معنا. إيه؟ ذنبهم على جنبهم. أنا بخبر المساعد وهو بيصطفل فيهم. يلا. الله يصطفل فيكم وفيني وقت لفيت على هيك ديري. قطعوا رزقنا وعم يهددونا بالمساعد. شو في يا سلمان؟ لك شو الحظ اللي لي؟ كل ما اجيت انت بدك تفتح لي، محظوظ فيك انا. ايه نصبر ونكسب الثواب. مزبوط يا سلمان، انت الك عندي ثواب كتير كبير. انا درجات الثواب من الله مو منك. روح نادي لابوك خلصني من لسانك الزفر. روح. تفضل ابو دعاس، تفضل. اهلا وسهلا فيك. بالمهلي بالمهلي، انا بعرف انك تعبان من السفر، بس وقت دريت انك اجيت وهلت علي البشاير ما قدرت غير اجي اشوفك. زتيت عبايتي علي ومن لهجتي اجيت شلون ما كان. ان شاء الله خير. يجعل كل ايامك خير يا عمي. هلا انا اطمنت، انت ارجع لفرشتك وارتاح، والمسويات بيجي لعندك انا وجوه الدعاس ان شاء الله. نتشرف، يا هلا فيكم. ابو سلوم
انتوا طلقتوا ريم من ابن خالها؟ لا لسه. لسه؟ بتعرف انت ابن خالها بالمدينه وما بيجوز الطلاق الا بحضوره. بعتوا له خبر يجي؟ ايه خبرناه. وامتى جاي؟ هلا ما بحسن قلك لانه الغايب حشته معه. صح صح. المهم انك ما خيبتني. الله يبارك فيك يا ابو سلوم. ويبارك فيك كمان ابو دعاس. ما دريت اللي صار بالضيعه؟ شو صار؟ المساعد شال هايل ودهان من حراسة الضيعه وجاب بدالهم اثنين من ضيعه تانية. ضيعه تانية؟ شو هالحكي يا ابو سلوم؟ كل الضيعه عرفت بالخبر. معقولة انت ما عرفت؟ خير شو جابك؟ يعني ما ادري شو صار؟ هلا خلصني شو جابك؟ قطعوا رزقنا، ما عدنا قادرين نسوي شيء، الحراس اللي جابهم المغفر عيونهم علينا. شو هالحكي؟ مبينين يا ابو العاس، مبينين من شكلهم وحكيهم، اكيد من رجال المغفر متخفيين. تعال شو سقر. شو عندك؟ يا سيدي هاي الزكي وخبيث. بعرف هالشي غيره؟ بدي احكي لك عن دهام. دهام انسان بسيط وتابع لهاي، بدي معلومات اهم، يعني عن علاقتهم باسعد الدعاس ونواياهم. يا سيدي اسعد ما شفناه. وانا سمعت حكي من يومين مخربط لي مخي. شو هالحكي؟ بالظاهر ما بده يتعاونوا معنا. ايه؟ ذنبهم على جنبهم. انا بخبر المساعد وهو بيصطفل فيهم. يلا. الله يصطفل فيكن وفيني وقت لفيت على هيك ديري. قطعوا رزقنا وعم بيهددونا بالمساعد. هذا كلامه حرفيا. ودير بالك لأقوله يوم اللجأ فيه على الضيعة. يعني هو هربان مو جاي يشتغل بالضيعة مثل غيره من الناس. هو جاي لهون غصب عنه مو بخاطره. لو كان جاي بخاطره ما كان سب المنطقة ويوم اللجأ إلها. والله تاريك ذكي وعندك وعي. الله يخليك يا حضرة الرقيب. هايل هلأ بالكوخ؟ لا راح يسهر بمضافة المختار. طيب يعطيك العافية، ارجع هلأ لمهمتك وخليك صاحي مليحة. يلا السلام عليكم. مع السلامة. أهلاً أبو علي، شرفت. شو يا مختار؟ شايف ما في حدا سهران عندك؟ البركة برحال. الظاهر الناس ما عادوا يسترجوا يبعدوا عن بيوتهم وحلالهم، مو هيك يا مختار؟ شو قصدك؟ ما فهمت عليك. هايل وينه؟ ما شفناه، من شي ساعة راح مع هدول الحراس الجداد وما عدنا شفناه، ما هيك رحال؟ اي والله يا حضرة الرقيب، اتفضل ارتاح لنسقيك القهوة. شكرا، مو وقتها، عندي مهمة أضر. السلام عليكم. مع السلامة، مهوني. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلين رقيب حسن، تفضل. شو بك؟ مالك تفضل. حقيقة تفاجأت. بشو؟ ما في شيء، المهم شفناكم بخير، يلا، السلام عليكم. عليكم السلام. الله عم بيدوروا على هاي. ترى وين بعتوا؟ اكيد ناوي يعمل له شي شغله الليله. خليكم.
احترامي حضرة الرقيب. اهلا، شو رجع هايل؟ ايه رجع، عابس وعم ينفخ. اها، قال معه عجبه الحال. وصقر وينه؟ طلع دورية على البساتين ومعه دهان. هايل يا هايل، شو وين كنت؟ انا؟ ايه انت، وين كان مشوارك؟ كنت ببير المي، انا بحب الهوايات هنيك كتير. بتحب الهوا؟ ايه ايه، قصده هوا الحلوات، بشم ريحتهن شم. انت قلت لصقر انك رايح على مضافة المختار، وغيرت فكري ورحت للبير. انت شو مزعلك؟ من هاللحظة ما بتغادر لأي مكان دون إذن وعلم صقر. شو رقصتوا علي؟ وانت بخدمته، لما بدك تروح لمطرح بتروح له وبس، ما بتغير فكرك دون علم رئيسك، مفهوم؟ يسعد صباحك سيدي. أكيد في شيء مهم حتى نجت لي. سيدي حسب استطلاعي ليلة مبارح خلاني أعرف شيء بجوزها بجوز يخالف ظنك. شو عري؟ المهم النتيجة. هات لأشوف شو هو اللي بيخالف ظني. هايل هايل، ما هو رجال بسيط، هايل أخبث من أسعد الدعاس. بس أسعد هو اللي عم بيتحكم فيه. إيه سيدي، وحسب استطلاعي أسعد مخوف هايل، مو لأنه أذكى منه. عاد إذا في هيك سبب لازم نعرفه. بتبلغني صقر وفهد يعملوا جهدوا ليعرفوا السبب. سيدي اللي فهمته كمان إنه هايل مو جاي يشتغل بالضيعة. لكن شو؟ هربان. هربان؟ هربان من شو؟ من شو؟ ما عرفت سيدي. بس طالما أسعد الدعاس عم يتحكم بهايل معناته هربان، وما حدا بيعرف سبب هروبه غير أسعد الدعاس. لا لا أبدا، ما بظن. لا شو يعني؟ إيه أنا بعرف هايل إنه حارس بهالضيعة من 10 سنين تقريبا. مين اللي عينه حارس؟ إيه المختار اللي قبلي. أبونا أسعد؟ إيه، ووقتها رئيس المخفر وظفه سلم وبارودة. إيه صحيح، أنا بتذكر. نعم، وما حدا بيعرف من وين إجا، لأي عشيرة بينتمي، ليش ترك أهله وعايش هون. أنتوا مالكن أهل؟ شوفت عينك. ولا زوجة ولا أولاد؟ ليش سكتوا؟ شو بدكم فينا؟ إلنا أهل ولا ما إلنا أهل؟ إلنا مرة أولاد ولا ما إلنا؟ والله أنا بتعجب فيكم، عايشين هون مقطوعين، حتى الطبخ محرومين منه، ما عم تاكلوا غير الخضرة. يعني قصدك حتى البهايم أحيانا بتاكل طبيخ؟ لا محشومين، مو هذا القصد، لأنه نحن كمان عايشين عيشة البهايم. أنت من هالضيعة يا دهام؟ يعني. لكان وين أهلك؟ أخذوا الوباء من 25 سنة، ومن وقت ما كان عمري 5 سنين هيك عيشتي وهي حالتي. والله يا دهام قصتك صعبة وبتحز القلب، مو هيك يا صقر؟ وهايل شبه شو قصته هو الثاني؟ مثل قصتي يعني، كمان يتيم ومقطوع. هو من أي ضيعة؟ ما بعرف. تفضل، هول الكرسي. الله يزيد فضلك. الشاي لساته اغلى. هلا عملته. يعني مثل ما بيقولوا حماتك بتحب
وين حماتي؟ مو لازم تكون موجودة قبل؟ ايه طول بالك. يقول المثل كل واحد له نصيب إلا ما يلاقيه. الله كريم. خد شايك. الله يسلم الإيدين. ويديك. طمنونا أستاذنا. صحتين. يا الله مثل النار، الله يكفينا شره. اللي هلا جيتك من غير سلوم خلتني توسوس، خير في شيء؟ صحيح. أنا جاي خبرك ومحتار. سلوم محبوس. الله يهديك، هديت حيلي، لأنه عقلي أخذني لبعيد. هو وصاني مشان إجي خبرك، مشان تلاقي له تخريجة من هالورطة اللي وقعان فيها. وشو ورطته هالمرة؟ غير لقمة؟ لا انت خليكي بشغلك. اكيد انت ام سلوم. اي انا ام سلوم. والنعم والله من الاهل. تسمحي لي ادخل اتمنى اسمعك شوي جوا ما هيك؟ ايه بس انا جوزي منبه علي. هرجع عليكي ما حدا يدخل الدار بغيابه. ما بينلام يا ام سلوم ما بينلام. يا سعدك ويا هناكي بهيك رجال حريص على بيته واهله واولاده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بام دعاس. معلش اعذري امي، يظهر نسيت انك مرته لاسعد الدعاس. يا هلا بريم والله. غريمتك، تفضلي اهلا وسهلا. هي قصة قديمة مالي متذكرة، صار لها أكثر من 10 سنين. بعرف، ومن 10 سنين ما كنت صغير، كان عمرك أكثر من 30 سنة، ما هيك؟ صح. وأنت أكبر إخواتك، معقول أبوك كان يخبي عنك شيء؟ شو بده يخبي عني؟ يعني كان عم يهيئك مشان تستلم المقترة من بعده. طبعاً بده يطلعني على كل شيء. إلا حقيقة هايل. يا أبو غسان هايل ما له قصة. لو له قصة كان أبي الله يرحمه حكى لي إياها. لسه هلأ قلت لي إنك مالك متذكرها. أنت سألتني عن ملفالة عنا، ما سألتني إذا كان هاي له قصة ولا لا. صح يا حويج؟ صح؟ صح صح صح, صح. الحمد لله إنه في شاهد. القط شهد ذنبه. شو قصدك؟ انت بتعرف قصدي منيح. ذوقك حلو يا ريم. تسلمي يا رب. يا سبحان الله، صرتك طابق عليك يا بنت السلوم. ما بينلاموا اللي سبيتي عقولهم والله. لا والله بينلاموا. بينلاموا اذا عندهم مرة حلوة ومقدرة مثل وزن الدعاس. كلك ذوق. اللي سمعته عنك كريم خلاني احبك وغار عليك بعد ما كنت غار منك صراحه. يعني معقوله تغاري مني؟ انت بنت اسياد الديره. انا زوجي والزوجه الا ما تغار على جوزها ما تهليلي. كلامك صحيح. بس هلا لا، هلا شيء ثاني. انت طلعتي اصيله يا ريم، بديتي الحب على المال. الحمد لله انك فاهمه وصاحية. يشهد الله انكم كلكم كبرتوا بعيني، لانكم وقفتوا بوش اسعد ورديتوا له مصاريب وقت عزتكم له. يا اختي ام دعاس، انت احق فيه وبمصاري. الخلاصه انا دريت انه هددكم. دريتي؟ ودريتي كمان انه بده يخرب زرعنا ويذبح حلالنا اذا ما طلقت من اذا ما طلقتي من محمود وتجوزتيه. اي نعم دريت بكل شيء. ولهالسبب انا اجيت لحتى اطمنكم. طول ماني واعيت له وصاحيت له ما رح يقدر ياذيكم بعمره. عم تحكي صحيح؟ ولو. ودريت كمان يا ريم
انه محمود لساته متضايق شوي. بس الحمد لله محمود بعت المهر. خليه يجي زفي. ومصاري الجهاز والعرس علي انا. بدي اشوفك متهنية ومبسوطة مع جوزك وببيت خالي. كتر خيرك. نحن والحمد لله ما لنا محتاجين حدا ابدا. انا ما عم بتصدق عليك يا ريم. انا قلت لك اني حبيتك. حبيتك مثل وحدة من اخواتي ويشهد الله علي. حبيتك العافية يا اختي. بس انتوا لازم تعجلوا بالعرس والزفة لحتى تخلصوا بقى من هالمشاكل. ونحن هيك ناويين. وان شاء الله يوم او يومين بيجي ابن خالها وبيزفها. عال خدي لك عمر. شو هاد؟ اذا ما بكفوا حق جهاز ومصاريف العرس لزيد عليهم. ها انا ما ردت اعطيهم لابو سلوم لانه بعرف ما رح ياخذهم مني. الرجال بيستكبروها شوي زياده. بس انت امتي وبتقدري المشكله. اكيد بهمك انه بنتك ما تضل بهالحاله وتخلصي من هالوضع اليوم قبل بكره. أكيد يا بنت الأجاويد، بس أنا لا يمكن أعمل شيء ما بيوافق عليه جوزي. اعتبريهن هدية للعروس مني، والهدية ترى ما بتنرد. سلامي. الله يسلمك. بس ما تكون عجبتك العيشه بالحبس. اعوذ بالله لا اطمن خلص التوبه. صدقني انا ماني عرفان كيف اتشكرك يا استاذ مفيد. الله يقدرنا على رد جمايلك. صدقني انا ما عملت شيء، رحت اشوف شو بقدر اعمل، لقيته مطلقين سراحه هو واللي تخانق معهم. انت ما نابت مني الا التعب. لا يا محمود لا تحكي هيك بزعل منك. ها لا 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 ما بقدر على زعلك، ولا عاش اللي بيزعل اصحابه. تعيش يا محمود. والقايل اي سلوم طمني كيف حالك يا ابن عمتي؟ اخ جوعان جوعان وحالي عدم. خسل جوع. انتظروا علي دقيقتين. لا ما رح نقعد هون، خلينا نروح نقعد بشي مطعم. انا داعيكم على حسابي. يا عيني عليك، هذا الكلام اللي بينعش الفؤاد. ما رح تغيروا اواعيكم؟ بلى. تعالوا انا بوصلكم طريق. يلا Thank you.
هلا بعد ما شبعت ممكن تفهمني؟ يعني بدك تفهم مني شلون اطلقه سراحي؟ ايه انت جارح واحد من اللي تعلقت معه. ايه بس جرحه بسيط، بعدين ما اخذ تقرير طبي وكل الشهود شهدوا لصالحه. يعني اعتبروا عمله دفاع عن النفس. الحمد لله على سلامتك. لكن ليش اسمي سلوم وابن سلوم وان شاء الله على طول سالم وما بينخاف علي يا ابن الخال؟ لا والله ما بينخاف، الطريق اللي ماشي فيه كله مشاكل. صحيح مشاكله كثيرة وفوايده قليلة. أنا بحب المخاطرة. لكن ارجع لأهلك ودفع عنهم المخاطر، ضيعتك مليانة مشاكل وأهلك عايشين بالخوف. هذا هو حال الضيعة من يوم يومها. لا الحال هلأ مو هو الحال اللي بتعرفه. صحيح يا سلم، أنا اجتمعت بأهلك عن بيت خالك، أبوك مهرب أمك وأختك من ضيعتكم. يعني أهلك متخبيين عنا. متخبيين؟ من مين؟ من أسعد الدعاس اللي خرب زرع أبوك لأنه ما قبل جوزه ريم، هو بده يتجوزها غصب. بس هاي القصة أنا بعرفها، بعدين أنتوا قلتوا لي إنه جوازتك منها بتحل المشكلة. ما بعرف، أنا تركت أمك وأختك عنا بالبيت.
هاي عمتي. سلوم سلوم، في شيء لازم تعرفه يا سلوم. الضيعة هلا حلبت مصارعة بين بيت الدعاس والمختار الجديد، واللي عم ينأذى أهل الضيعة اللي ما له علاقة بكل هالمشاكل، وأولهم أهلك. بتعرف شو كلف تصليح بستانكم؟ مهر أختك بالكامل. هو كان رايد المهر ليحسن البستان، قام حطه كله تصليح الخراب. أمان 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 يا باي. الحوا عطوها مملكي بتبيعها حتى تحني كفوفها وصابيعها. آدم غشيم طاعها لكن أنا، آدم غشيم طاعها لكن أنا، بضحك عدم عد كذبها وما بطيعها يا يا باي. يا نائمي بالهوى العذري كفاك الجار، من تام ملوع ولا عالم بحال الجار، ظلم الأحب عدل مهما في حكم الجار. أمان أمان يا با. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلوم سلام. أهلك بالحضن يا سبع سباع أنت يا روح الروح. شباب معني شلتوه بحالكم، اتركوني لحالي تعبان شوي. سلوم شباب خير؟ ليش مقروب؟ ما في شي بابش، اتركوني لحالي معني. شو نتركك لحالك؟ خلاص سلوم هلا مروا على الحمام ومنروق. لك اي والله فكرة. يلا 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 خلصني. وزن الدعاس اجت لهون؟ لعنا؟ ايه. شو جابها؟ قالت انها جاية تطمنا. طمنا؟ يعني على زرعنا وحلالنا. صحيح انت تعبان وبدك تنام، انا رايحه امدلك الفرشه. يا حرمه استني، كيف بدك اياني نام بعد ما خليتيني اقلق؟ يا اخي سلوم ليش زعلان؟ نحن كلنا تركنا الضيعه لانه ما في فايده. محمود والمهندس بيحكوا هن ومرتاحين، يعني مثل المخاتير ومثل الاذاعه، لانه اللي مثل حكايتهم الى العصي نازله على ظهرهم ولا النار عم تحرق بايديهم. واهلي وعرضي. عرضك سالم باذن الله، مدام محمود كتب على ريم خلاص. أهلك يجوا يسكنوا هون بالمدينة، شو لهم بالضيعة دخلك؟ بستان في كم شجرة عطشانة وهالكم مسكة بقى ما بيكفوهم منت السنة. بس هون ما لهم شيء، لا رزق ولا دار. إيه لا لهم. شو لهم؟ يعني إذا بعتوا البستان نشتري بحقه دكان هون، بنفتحه صالون بويا، نقعد فيه كلياتنا ونتضبضب ونحط أبوك مدير. Thank you.
مش بقى بتنفذ، رجع سلوم يفتح سيرة مشاكل أهله. حسبي الله ونعم الوكيل. الله بس أخلص ورهم راسي شوي. روح يلا يلا محمود يلا فا يلا عجل لك شوي. علي شيخ يلا أعوذ بالله. أكيد أنت جنيتي. لا يا أبو سلوم، أنا بس عم وصل لك اللي قالته وزن الدعاس. أنا ما بطلع عن شورك. طيب يا حليمة، يا أما بكرة بترجعي لمصرية يا أما بتروحي فيها لبيت أهلك. باطل عليك يا أبو سلوم، أنا مالي أهل غيرك. كان لازم تقولي هالشي قبل ما تخلي هالمصاري ببيتي. تسمح لي يا بي، أنت عديت علينا كلنا يوم غليت مهري على ابن خالي. صارنا ناطرين هالمهر 4 سنين يا بي. هذا الشيء اللي خلى أسعد الدعاس وأمثاله يفكروا فيني. أنا بعرف يا بي، بعرف إنك كنت قاصد تحسن زرعك وتصلح أرضك، بس نحن ما نابنا من ورا هالشيء إلا خراب الزرع والمشاكل. صح يا بي ولا لا؟ أمي كانت خايفة منك ورادت ترجع المصاري لوزنها، بس أنا ما خليتها، ترجيتها تستناك وتشاورك. وأمك بتعرفني مليح، فليش شاورني؟ هدول مصاريك يا بي، هذا حقك وصلك لنص بيتك، هذا حق الخراب اللي عمله أسعد الدعاس بزرعنا. وزنها هي اللي عطتكم المصاري، مو أسعد. وزنها أو أسعد نفس الشي يا بي، الاثنين كيس واحد. شدي احسن من القعده هون. لك انا مفلس مفلس مفلس، عم تفهم علي؟ انا همي دبر لي هلا هيك 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 شو حق صدق ابويا شو بقى. لا لا مو عيب تحكي هالحكي واخوك موجود يا سيدي، ولك مني 500 ورقه حلاوه طلعتك من الحبس وحساب الحمام علي. شو رايك؟ اصيل اصيل وكفو يا عبد اصيل. خير يا ابي شبك؟ ما بعرف، يمكن تعب. ما صار وزن الدعاس تعب فكري يا ابي. انا هلا باخذهم وبرجعهم لوزنها. لا 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 انا رح روح معك، لكن قبل سقيني دمعة مي يا ابي. تفضل يا ابي. الله يبارك فيك يا ابي. يلا الله. انا ما عديتها، جبت لك اياها مثل ما عطتنا اياها. والقصد يا ابو سلوم؟ انا صلحت ارضي ورجعت مثل ما كانت واحسن، يعني ما عدت بعازه المصاري. بعدين احمد الله يا اخي، احمد الله انه ما خربوا لنا كروم الزيتون. الحمد لله، بس هاي المصاري لازم تك لجهاز بنتك ومصاريف العرس. لازم ما تستنى وتسف بنتك لمحمود العبد الله اليوم قبل بكره، وهيك بتلجموا لاسعد الدعاس. أنا ما عاد بدي جهاز لبنتي، وحتى العرس ما بدي، راح أبعت لمحمود وخليه زفة بالتوب اللي لابسته. حياك الله، هلأ عجبتني. الله؟ لا أنت عاجبني من يوم يومك، بس اليوم عجبتني أكثر. يا سلمان يا ابني،
أنا ما كان إلي هم غير أسعد ريم وخليها تطلع من بيتي معززة مكرمة، وما كان ظني إنه أسعد يوقف في وشنا. إيه بيرجع مرجوعنا إلك يا راجح، أسعد دعاس خرب زرعك، وهي مصاري جبت لك ياهن لتصلح فيهن الزرع وتشتري لك كم نعجة، وما تعود تفكر تهج من أرضك وبيتك. لكن هالمصاري من مرته. ومرته من هالمصاري أكيد أخذتهم منه. وفريد شو اللي بيخليهن حلال إلي؟ خراب زرعك وقطع رزقك على إيد صاحبها. ولا مانك متأكد إنه أسعد الدعاس هو اللي خلى رجاله يخربوا زرعك ويذبحوا نعجاتك؟ لا متأكد، وبحط إيدي على المصحف. لكن هدول حقك وحلال عليك. يلا يا ابني يا سلمان، خلينا نوصل لضيعة خالك قبل المغرب. خاطرك يا أبو عطوان. مع السلامة وسلم لي على فايد العبد الله. الله يسلمك، الله يسلمك. ليش مديتني على نفسك وعلى عيالك وعطيتني كل هالمصاري؟ قلت لك انت معتازون اكثر من عاستي، وانت بسعر اخي، والاخ لازم يسند اخوه ويمد له ايده. ولو يا راجح الدنيا لسه بخير، خاطرك. الله معك يا ابو سلوم. يلا يا سلمان يلا. الله يسلمك يا ابني، والله انت شهم. الرجاء من الله يا ابني، شوفك احسن مني. أبشر أبو سلوم وأنا أخوك.